الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا آمنا حمدا وعلينا ما هو يبقى مجيدا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم وعظيم سلطانك اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم اهدنا واهدنا الى الحق والى طريق مستقيم اللهم اجعلنا من النبي صلى الله عليه وسلم وَاسْلَمْنَا إِسْلَامَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَانًا إِمَانَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَلَاتَنَا سَلَاتَ الْمُخَلَصِينَ وَالْيَمَنَ كِيَمَ الْغَيْفِينَ وَرُكُوَنَا رُكُوَ الْمُتَمَرِّينَ وَسُجُودَنَا سُجُودَ الْمُتَضَرِّعِينَ وَعَمَلَنَا عَمَلَ الصَّالِحِينَ وَنِيَتَنَا نِيَتَ الْمُخْلِصِينَ وَذُنُوبَنَا ذُنُوبَ الْمُسْتَغْفِرِينَ ربنا آمنا بما أنزلتك وأطعنا رسولك واكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد video kan ni. Hi guys. Sallallahu alaihi wasallam. Gaya apa lagi, Dika? Gaya. Dah. Wih. Wah. Volumenya nyakinkan. Kali ini kita akan melakukan mengenai tentang keutamaan Ramadan. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,